نُقل الفنان اللبناني عاصي الحلاني إلى المستشفى مؤخراً بعد سقوطه عن فرسه بمزرعته، إذ أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، ولكن علامات الاستفهام ما زالت واردة بين المحبين حول تطورات حالته الصحية. هو الأمر اللي دفع بموقع الجديد إلى التواصل مع مدير أعماله السيد ماجد الحلاني، وعدنا لكم بهالتسجيل الصوتي. الحمد لله وضعه مستقر. نزلت شائعات كتير انه في خطورة وما خطورة، الحمد لله ما في. عنده كسر بإصبعه الشمال، بإيده شمال بإصبع الصغير، عنده بخرزة رقبته الشعر، بس هدي ما بنعملها شيء. بده يلبس طوق 20 يوم، وهيك شوية ردود على الخفيف، بس انه مبدئيا بده رياحة اكتر ما هي شغلة مزعجة بالرياحة بالاوجاع. وإن شاء الله لهون من هلأ ل5 أيام بيطلع من المستشفى، وبده يريح بالبيت 20 يوم. هاي هي، والحمد لله انقضت معه. ومن وقعة حصان كلنا بنعرف، هو تعركش الحصان وطب لأجا هو على الأرض، والحمد لله انقضت وكتر خير الله.